طبعا كلنا واخدين بالنا الدنيا مقلوبه الكام يوم اللي فاتوا بسبب كوكاكولا. شركه كوكاكولا للمشروبات الغازيه بتعمل تليفون، لكن كوكاكولا لما تفكر تعمل موبايل عملاق المشروبات الغازيه اكيد مش هيخترع موبايل جديد، يعني هيروح لشركه من الشركات. وهنا هو كوكاكولا لجت لبي بي كي وبالاخص شركه ريلمي، وكوكاكولا هتعيد اصدار موبايل من ريلمي وهو ريلمي 10 برو. هو كان في كلام كتير ان النسخه اللي هتستخدم هي النسخه البرو بلس، وحقيقي كنت متحمس ده بشكل مش طبيعي، ولكن الصدمه ان هم قالوا خلاص هنشتغل بالنسخه البرو العاديه، مع ان البلس كان فيها شويه مميزات رهيبه جدا تخلي الموبايل يشطح. ولكن تعالوا نشوف بس اول تعاون هيثمر عن ايه. بالنسبه للتصميم فهو هو نفس التصميم، ولكن هتلاقي لوجو كوكاكولا من ورا والموبايل لونه احمر، فانا مش عارف هل ممكن حد يقبل بحاجه زي كده. طبعا في نسخ كتير كانت بتطلع سبيشال اديشنز من الموبايلات او نسخ مخصصه زي نسخ الافينجرز ونسخ ستار وورز ونسخ هاري بوتر، يعني في حاجات كتير قوي كانت بتطلع، لكن كوكاكولا هي اللي جديده شويه علينا. فبقى بيجي بنفس التصميم تقريبا، هو بس اللون الاحمر بيجي بنفس الواجهه الاماميه بنفس المواصفات وبنفس الشاشه. فخلاصه الكلام الموبايل بيجي بنفس الشاشه تقريبا، بيقدم لك نفس الشاشه اللي من نوع اموليد اللي بتيجي بمقاس 6.7 انش واللي بتيجي باستحواذ محترم واللي بتيجي ب 120 هرتز، والتجربه بالنسبه لي هي تجربه ممتازه جدا بالنسبه للفئه السعريه بتاعه الموبايل. انا فعلا كنت مرضي جدا انا بجرب البرو بلس، والنسخه البرو مش بعيده قوي عن تجربه الشاشه، تقريبا بتقدم نفس التجربه مع اختلاف عدم دعمها ال HDR 10 بلس، ولكن الاثنين بيجوا ب 120 هرتز وبنفس الدقه الفول اتش دي بلس. وبما ان الموبايل بيجي بشاشه من نوع اموليد فشركه ريلمي ما بتكدبش خبر، فهي حاطه بصمه تحت الشاشه سرعتها ممتازه زي ما احنا متعودين، تكاد تقارب موبايل زي ريلمي جي تي نيو 2 اللي هو كان عاجبني اصلا، فتجربه الموبايل هنا تكون ممتازه الصراحه. ولو انت واحد بتحب تشتري اونلاين كتير او لو بتشتري اونلاين كتير من غير ما تحب تشتري اونلاين كتير، فيعني في اكواد خصومات انا بقدمها لك، بتدي لك خصومات توصل لحد 10% وبتدي لك شحن مجاني على اي حاجه تشتريها، مش لازم موبايلات بس ولا حاجات تقنيه بس، اي حاجه تشتريها من على نون الاكواد دي تدي لك خصم محترم وشحن مجاني، وكمان هتدعم يعني عشان تبقى عارف الاكواد دي بتعمل ايه بالظبط. فالاكواد في الديسكربشن وظهر قدامك على الشاشه، وانت نازل بقى بس تعمل لايك وتفعل زر الجرس لو انت مش مفعل زر الجرس، وده بيظهر لك لما بتعمل سبسكرايب، فانتش تعمل التلاتة. وتعالى نكمل الفيديو بتاعنا. بالنسبه للواجهه فهي واجهه ريلمي يو اي 4.0 احدث اصدار على اندرويد 13، ولكن اللي انا ما اعرفوش بقى هل ريلمي هتعدل على الواجهه، هل ريلمي هتحط مثلا خلفيات كوكاكولا وايكونز كوكاكولا مش عارف بالظبط. انا ممكن مثلا تاخد هدايا مثلا من كوكاكولا على الموبايل، ازازتين كولا كده ولا كان زيتين مش عارف برضو، ولكن الموبايل اكيد هيبقى فيه تعديل على السوفت وير ليناسب الحمله الدعائيه الرهيبه والمصاريف الكتير اللي هتدفع. على حسب كلام موقع جيسون مارينا وعلى حسب التسريبات وعلى حسب الكلام اللي وصلني، ان الموبايل هيجي مبني زي ما قلت لكم على ريلمي 10 برو مش النسخه البلس، وبالتالي المعالج هنا هيبقى اضعف سيكا، ومش اضعف كاداء بس، لا اضعف كمان كمميزات تانية بتعتمد على المعالج بشكل اساسي. المعالج هنا هيكون في الريلمي 10 برو او الكولا فون موبايل كوكاكولا هيكون بمعالج الكوالكوم سناب دراجون 695 5G اللي بدقه تصنيع 6 نانومتر. المعالج كويس بيقدم تجربه كويسه، ولكن لا تقترب، يعني في فرق مش قليل ما بينها وما بين ال 1080 دايمينستي من ميديا تك. طبعا المعالج ده للاسف مش بيدعم تصوير 4K، وبالتالي الموبايل مهما كانت قدراته في جزئيه الكاميرات هيبقى اخره 1080 في تصوير الفيديو، فحاجه كده من باب التجربه، احنا بنجرب مع ريلمي وبنجرب نعمل موبايل. اداء المعالجين كويس في الجيمنج، دعم الالعاب افضل في كوالكوم، ولكن الاداء بشكل عام افضل بشكل ملحوظ في ال 1080 الدايمينستي. النسخه البلس مش هتدعم تركيب كارت ميموري، اما النسخه البرو العاديه هتدعم كارت ميموري، ودي ممكن تفرق مع بعض الناس. كل نسخ الموبايل بتيجي بكاميرا اساسيه 108 ميجا بكسل، ولكن مع النسخه اللي هي البرو العاديه اللي هي الكولا فون دي هتكون بكاميرا 108 ميجا بكسل مع كاميرا تانية 2 ميجا بكسل لمعلومات العمق ديبس سنسور مش اكتر، وبالتالي انت خسرت هنا الكاميرا 8 ميجا بكسل اللي بتصور الترا وايد او بزاويه واسعه، بالاضافه ان انت خسرت تصوير الفيديو 4K. انا مش عارف ليه ريلمي، يعني فرق السعر مش كبير قوي ما بين الموبايلين عالميا، كنت اتمنى ان النسخه اللي تنزل مصر هي البرو بلس، واللي كان واصلني تسريبات ما قبل ذلك ان النسخه البرو بلس هي اللي نازله بالتعاون مع كوكاكولا، ولكن شكلهم غير رايهم في اللحظه الاخيره. بالنسبه لباقي الكماليات فهي هي، عندك تجربه السماعات الاستيريو، عندك ان الموبايل هنا بيجي بكل السنسورز اللي انت محتاجها، فتقريبا في الكماليات مفيش اختلاف، يعني غير نقطه واحده بس، البطاريتين في الموبايلين بيجوا 5000 ملي امبير، وبالتالي بطاريه الكولا فون
تي 5000 ملي امبير، ولكن بتدعم الشحن السريع بقدرة 33 واط مش 67 واط زي النسخة البرو بلس اللي احنا جربناها سوا. يعني اختلاف غريب شوية، ولكن في الفئة السعرية بتاعت البرو يعني كل الموبايلات بتجيب نفس تقريبا سرعة الشحن 33 واط او قدرة الشحن، فبرضه مش مقتنع بالموضوع قوي. وعايز اقول لكم ان الفرق اصلا ما بين النسخه البرو والنسخه العاديه حوالي $50، فمش حوار، اللي هي البرو بلس يعني هو ده الفرق الوحيد. فالفرق اصلا يعني مش منطقي ان هم ينزلوا البرو ما ينزلوش البلس. فسعر البرو مثلا ممكن تضرب 200 في اخوك تخش له في 10 11000 جنيه بشكل رسمي بتاعه مع كوكولا، ممكن يوصل 12000 جنيه لو علوا عن كده. الصراحه الموبايل هيكون غالي سيكه، يعني غالي بزياده. فانا متوقع ممكن ننزل في رينج ال 15000 جنيه في مصر يعني، ولكن بقول لكم على السعر المنطقي بالنسبه للسعر الرسمي للموبايل. طيب يا عم هواري، هل في منافسين لموبايل كوكاكولا العجيب التش ده؟ لا ما في منافسين. في منافسين، مش ما فيش منافسين. في عندك الريدمي نوت 12 برو او ريدمي نوت 12 ديسكفري اديشن من شركه شاومي او ريدمي نوت 12 برو بلس، كل دول منافسين اقوياء للموبايل ده، وبيجوا بنفس المعالج تقريبا، وبيجوا بنفس التجربه وبنفس المواصفات تقريبا، مع اختلافات طفيفه في سرعه الشحن زي ان النسخه اللي هي الديسكفري اديشن من نوت 12 اللي احنا جربناها بتيجي بشحن سريع 210 واط، ما بيشحن من 0 ل 100% في 9 دقائق بس، وده مرعب. لكن غير كده تقريبا مفيش منافسين تاني ممكن نلاقيهم، يعني مفيش منافسين من شركات زي سامسونج. سامسونج مثلا هتلاقي، لا هتلاقي فرق التجربه، هتلاقي مثلا الاي 73 الاي 54 لو نزل بعد كده، الاي 53 هتلاقيه في نفس الفئه السعريه، او الاي 52 اس، كل دول منافسين. ولكن انا شايف الموبايلات الجديده بتقدم تجربه ممتازه، يعني انا شايف ان التوليفه بتاعت الريلمي 10 برو بلس محترمه جدا، مع الشاشه السموز الجميله وتصميم الشيك. مش عارف، ولكن مش عارف هل انت ممكن تشيل موبايل اصلا عليه لوجو كوكاكولا؟ احنا متضايقين من شركه ريلمي ان هي كانت بتحط اللوجو بتاعها بالخط العريض، فتخيل بقى دلوقتي بقى انت موبايلك عليه كوكاكولا بقى. تخيل بقى لو انت اصلا ما بتحبش كوكاكولا وبتحب بيبسي. فاتمنى برضو ان ريلمي مصر ان هي تنزل موبايلين، النسخه العاديه والنسخه بتاع كوكاكولا، ولكن اللي انا عرفته ان هم هينزلوا نسخه كوكاكولا بس. بالنسبه للموبايلات دي كلها فلسه ما نزلتش في السوق المصري، ممكن يكون ريلمي 10 برو بلس نزل، او ريلمي 10 سيريز نزلت في السعوديه او وصلت السعوديه عن طريق التجار، ولكن حتى الان الموبايلات دي كلها لسه ما بقتش موجوده بشكل رسمي. حاجه من الحصريات اللي انا منزلها لكم، وعشان كده يعني استنى تشوف كده التجربه، يمكن الكوكاكولا فون ده او الكولا فون ده يظبط، يمكن في تغيير نوع سبيشال اديشن او نسخه مخصصه، فيبقى في تطوير عن النسخه او الاصدار العادي، فده اللي هنشوفه سوا. بس كده دي كانت كل حاجه في الفيديو بتاع النهارده. لو الفيديو عجبكم مش تعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. والريلمي 10 برو العادي او الريلمي 10 تقريبا موجودين، هحاول اشوف لكم لينكات ليهم، هتلاقوا اللينك في الديسكربشن، استخدموا برده كود الخصومات وانتم بتشتروهم. ولكن الموبايلات دي جايه يعني ملهاش دعم محلي، ملهاش ضمان محلي. فدي كانت كل حاجه، مش هنسى اشترك فاعملوا لايك وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. معاكم عبد الرحمن هواري، اشوفكم في فيديو عظيم جاي. مع السلامه.